صباح الخير، نهار جديد هذا. باقي الحال اليوم بديت اللايف شويه بكري، كنت كنتسنى الحال يبدا يصبح. يلا بدا الحال كيصبح، و اليوم ما كاينش لابلاج، اليوم كاين الغاب وغادي في وسط الطريق كما تيبان لكم. صبر ندور الكاميرا. يس، شتو الله بدا يصبح الحال. وغادي كنتمشى في وسط الطريق مع الغابه، ممكن تخرج لك شي حاجه من هنا وممكن تخرج لك شي حاجه من هنا، يبقى عندك الوقت فاش دير الرياكسيون. سيرتو الغابه ريسكي و تفاد الوقيته هادي. محمد رضا السعودي الله يسعد الصباح، ما نجي ما نقول اخويا تبارك الله عليك شنتي اللايف. بدر الداس صباح الخير، الله يحفظك خويا. مرة كنسمع شي موتور جاي ولا شي حاجة، خاصني نمشي للجن. عاوتاني رجع في وسط الطريق، اسمع شي طوموبيلة ولا شي موتور جاي، كنكحز برا ديال الطريق. عارفين هاد البلاصة، هاد البلاصة خويا فواحد البلاصة سميتها راواي، ماشي راواي، مي بعيدة. راواي هي واحد الفيلاج، مي هادي جات بين راواي و بوكيت تاون. هي الغابة هنايا، و قلت اليوم بلاش لا بلاج، طلع ليا البلاج في الراس، واصلا انا بقيت مكمل فيه، غادي يجيني الملل مع الروتين، ما خاصش تكمل في نفس الحاجه. وصافي قلت حاجه، وقلت اليوم نمشيو نديرو شي حاجه مختلفه، نمشي نتمشى في الغابه. صباح الخير الخو، صباح الخير، صباح النور. ممكن امازون افيليت بروغرام، خويا امازون افيليت بروغرام بينو وبينو زمان، ما عنديش شي ابديت اللي نقدر نفيدك بها، يعني غادي يكون كلشي تشونجا وكلشي غادي يكون تبدل. على حقيقتاش اللي غادي يكون تبدل هو كيفاش يتقبل ليا كونت. على حقيقتاش واحد الوقيته بداو كيعكسو مع لي كونت، على حقيقتاش كتر الناس اللي اش كنسميوها كتجي جاكي الكوميشن، كوميشن خاصها تمشي لواحد اخر هو كيشفرها كيديها لراسو، سوا بالبوب اب سوا 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 سوا، وهما ولاو كيزيرو اللعب. هذا ما نقدر نقول لك على افيليت امازون. بغيتي ندوي لك على امازون الجهه الاخرى، امازون سيلر، وي عندي اكسبيريونس ممكن ندوي لك. وراه غادي ترجع اللايف ديال البارح، راني دويت فيه على امازون سيلر، يعني تكون انت كتبيع برودوي في امازون، والناس الاخرين اللي بغاو يديروا لك افيليت للبرودوي مرحبا بهم. في المغرب ما تقدرش تخرج دير الرياضه في هذا الوقت. لا خويا، ما في المغرب ما تقدر تخرج دير الرياضه في هذا الوقت، ولكن على حسب البلاصه اللي غادي دير. انا الطايلوند هزني لوحني في اي بلاصه تتخايل، هزني لوحني في اي بلاصه كتخايل، ما نقول لك ما تخافش، ونقول لك تجي معاك ماشي ايفون 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 6، تجي معاك ايفون 7 عندك، تجي معاك ما تلبسيش شي مجوهرات ولا شي حاجه، اش اللي نقول لك، تجي معاك ايفون شي حاجه اللي فهمتي ساويه، وشي حاجه اللي كتبان على برا، شي قلاده بحال واحد فتسرق ليه الدب، فهمتي داكشي ديال دوك الروابط ديال الميريكان، وقفوا عليه حيدوا ليه. بالنسبه للناس اللي غادي تسرقك هنايا، ما عندهاش ايفون كيسوى، يعني ماشي بحال هذاك اللي عندنا تيوقف عليك بموس باش يدي لك ايفون باش يمشي يبيعو، باش يمشي يشري شي طريفه يكميها ولا شي حاجه. لا، هنا ايفون ما تيسوى حتى شي حاجه، يعني هذاك اللي جوك فيه شفرك، يعني خاص تكون شي ضربه كبيره، يعني خاص تكون لابس شي مجوهرات شي حاجه نيت ممكن. اما الا جاتي على ايفون وداك الشيء ولا شي حاجه اللي كنت تساويها ما تبينهاش، بحال هذاك مجوهرات وكان خاصو يخليهم في لوطيل. او فريمون الاخوه المغاربه اللي كان واحد الاخوه ديالها سميتو من الصويره، كنحييهم، جاو لتايلاند غير اسبوع هذا، حرا يكونوا رجعوا للمغرب شي يومين هادي. المهم نهار كنت جاي جينا في نفس الطياره، وكانوا هنا في تايلاند، واول مره خارجين وكانت سالو، قالوا لي هنا لاحظنا بلي كاين الامن. قلت لها راه ما عمري كنخرج في شي بلاد وهز معايا يعني داكشي اليوم اللي هز معايا في جيبي تقريبا المغربيه 2 مليون 3 4 5 6 هزها في جيبي، ما يمكنش، ما تيقش، ولكن هنا راك في امان الله، ما كاينش اللي يجي يقيس لك الجيب. المغرب اكثر حاجه كنهز معايا 2000 درهم، كتشريها من الكيشي كتحطها في جيبك. نتمنى والوضع يتحسن،
هنا اخويا كما قلت لك راه الامان، الامان راه شوف راه الامان هو راه الامان هو اللي يخليني نمشي في هاد الغابه هادي، يخليني نمشي فين ما مشيت. راه درنا انا والاخ الشقر الطيروند كامله صايقين طوموبيل مشينا للبلايص اللي ماشي يدوفو حتى واحد لونغلي، حس في امان فهمتي. ما كاينش اللي قليل فين كتقرا. وبالمناسبه المطر هنا ما عندهمش العساس، والاخوان اللي هادي جادي شوف بلي المطر هنا كثار، ما كاين حتى واحد كيحضيهم. الا بغيتي تسرقهم سير سرقهم. ملي كتكري شي موتور ما كيعطوك حتى ورقه. وتمشيت عند البوليسي قلت ليه السلام عليكم، واش هذا السيد اللي كريت من عنده ما عطاني حتى ورقه؟ قال لي عادي راه ما خاصو يعطيك حتى ورقه. قلت له شكون اللي قال لك انا شافر؟ قال لي لا راه ها هو ديالك راك انت اللي راك فوق. قلت له شكون اللي قال لك راني انا شافر ماشي ديالي؟ شفرتو شي واحد. قال لي صراحه هاد لي كادو ما عندناش بزاف، والناس من المطر ما كيتسرقوش. واي اخ جا لهنا راه غادي يبان ليه بلا ما فهمتي، غادي يجي لهنايا غادي يبان ليه المطر محطوطه على حد الشوف، ما كاينش اللي يقيسها. والكاسكات فوق منها، الكاسكات خليني من الكاسكات ديال 30 درهم كاسكات ديال 500 درهم 1000 درهم، والمطر الكبار حط فوق منهم كاسكات ديال 1500 درهم 2000 درهم، وما كاينش اللي يجي يهز الكاسك ويهرب. مسألة ثقافة وصافي. صباح الخير خويا سيمو الله يحفظك. تما نستقر شحال المصاريف اليومية ولا الشهرية؟ الله يحفظك خويا. المصاريف على حسب، مي اللي نقول لك تنقول كاع الاخوان باش تكون مرتاح، انت جي الشهر الاول كما حنا جينا في 2013 جينا شهر شفنا وفهمنا، وجي شهر كسائح ما عمرت تجي من المره الاولى باغي تستقر في شي بلاصه وتعيش فيها واحد البيريود من حياتك. جي شهر يقدر ما تعجبكش اصلا، ما احتمال تعجبك هو 90%، يقدر ما تعجبكش كلشي ممكن. انا تجيني الميريكان ما كتعجبنيش، ميريكان كندخلها كنتسنى غير متى نخويها المره الاخرى دقلت فيها سيمانه. في شهر 8 اللي فات مشيت للميريكان جلست فيها سيمانه كنتسنى غير متى نخوي، كنحس باللي النهار كيطير وخاصك تكون كتجري تتنوض مع الصباح فهمتي، تتنوض مع الصباح تجري جري 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 تدخل تطيح تتنعس تتنوض عاوتاني مع سبحان الله. الوقت تما ما فيهش البركه. المغرب الوقت فيه البركه وبزاف، النهار طويل وكل واحد اش كيعجبو. انت يقدر تجي لهنايا ما يعجبكش، يقدر تمشي للميريكان تعجبك، يقدر المهم جي انت في الاول اي واحد يجي شهر لاي بلاصه في العالم وشوف. والمصاريف ديال الا بغيتي تعيش مزيان ب 100 دولار في النهار راه تعيش بخير، ما خصك تاخر. كي درتي الفيزا؟ لقينا الاسئله الصباح هذا على تايلاند. كي درتي الفيزا سيموا؟ فيزا سيموا سير اخويا للسفاره في الرباط، ولا سير للسفاره في الرباط معاك هنا غير القنصليه في كازا. القنصليه ما عرفتش واش كتعطي سيموا ولا لا، ولكن انت سير ديريكت للسفاره في الرباط. دي لهم ديروا لو في ديال اخر 6 شهور، اخر 6 شهور الا بغيتي سيموا، اخر 6 شهور بغيتي 3 مو، اخر 3 مو بغيتي فيزا ديال 6 شهور غادي دي ديروا لو في بونكر ديال اخر 6 شهور. فوتوكوبي الباسبور، فوتوكوبي لاكارت ناسيونال، جوج تصاورات، واحد الفورمولير تعمرو عندهم تما، صافي هادشي اللي تيبان ليا. وغادي تدفع لهم الفيزا وغادي يعطيوها لك. اما الفيزا ما صعيبهاش، الفيزا سهلة، ماشي كدو على شي فيزا ديال ميريكان فهمتي. اكثر من 90% ديال الناس اللي كيدفعوا ليها ما كيشدوهاش. لا يقدر نقول لك بالفيزا ديال الطيرون 99.99% اللي كيدفعوا ليها كيشدوها. دابا واحد الدومين باش تنصحني، مين باش تنصح خويا حبيبي سيمو؟ كنت بادي في واحد الدومين والناس نصحوني بالوان كوين باش تنصح، ما فهمتش اخويا اش كتبتي بالوان كوين. ما والله اخويا ما فهمت السؤال ديالك. واش هانية وإلى بيت نطلع السعر نقرا اش ندير خويا؟ بلوكيت شي اعلانات في ادموب واش هانية وبغيت نطلع السعر نقرا خويا؟ بغيتي تطلع سعر النقرة هو غادي تشوف غادي الناس اللي كدونلود التطبيق ديالك يكونوا من شي دولة بعقلة، لأن أخ أجي هي اللي فهمتي قضية عامة. داكشي الآخر على حساب لابليكاسيون أينما جاك كدا 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 فعلا تا هو كاين. على حقيقتاش واحد الوقيتة كنت كنشوف الإخوان اللي كانوا تيقادو لي زابليكاسيون ديال الكازينو
وبالنسبه لي زابليكاسيون ديال الكازينو كان واحد الاخ بداهم بقينا حرام ما تحرام حرام ما تحرام ما في الاخر فهمتي برهن لنا بانها حلال لان قال لك هذاك كيلعب ما كيربحش فلوس وما كناخذش منه فلوس ما كيخسرش فلوسه عندي ما كيخسرش فلوسه عندي وما 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 ما كنعطيهش فلوس المهم ما كايناش علاقه فلوس كاين هي كيلعب كيدور الرولات ما فين تتولي عاوتاني قضيه حرام هي الاعلانات اللي تيطلعوا والاعلانات اللي تيطلعوا ديال لي كازينو كيخلصوا مزيان حيت نقول لك كانت 100 دولار كاين لي خوان ميتي خوشاج 100 دولار ل 1000 امبريسيون فريمون كانت 100 دولار ل 1000 امبريسيون و على حسب الدومين ديال لابليكاسيون واحد جوج الدوله انا اللي نقول لك هو الدوله تركز على الدوله لان واحد حل لابليكاسيون من امريكان وكليك على الاعلان ماشي هو واحد حل لابليكاسيون من المغرب ولا من الجزائر ولا من تونس وكليك على الاعلان شو اي اخ الى التطوع كتعرفو كيخدم في لاد موب ولا الله يحفظك شارك معايا التقرير ديالك هي بالكليكه ما تقوليش شحال كتربح بالكليكه بالدول وجي تشوف الفرق ما بين دوله ودوله تلقى استراليا مكلاسيه هي الاولى على حسب كل واحد بالنسبه لنا حنا استراليا مكلاسيه هي الاولى قول لنا شي فكره نصح للعمل كفارق والتعاون في مجال العمل في الانترنت خويا فارق بالطريقه اللي كنقول انا هي تركريتي ناس فيليبينيين هما اللي الا رجعتي اللايف ثلاثه كنت كندوي في هذه القضيه ناس من الفلبين وخدامين كفارق ودويت على اشنا هي احسن حاجه باش تخدم كفارق وتقسم الخدمه باش هذاك الاخر اللي كتعطيها ليه ما كيفهمهاش واحد كتعطي تيقادي البانرز واحد كتعطي قادي لاندينغ بيج واحد هو اللي كيجد داكشي كيجمعو ويمشي يدير يحطو في فيسبوك ادز وهذاك اللي كيحطو في فيسبوك ادز انت هي تشرح ليه باللي جد داكشي وحطو في فيسبوك ادز وسير السي بي في لاب كدا 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 تخلي لاندينغ بيج تخلي الاوفرز هو ما فاهمش كياخذ اللينك تيمشي تيحطو في فيسبوك ادز هو البانرز اللي جاو وكتشرح ليه الا طرات هادي شنو غادي دير طرات هادي شنو غادي دير يعني الصلاحيه عندك انك تبني فريق و الا بغيتي من الفلبين ما يكونش كيفهم وما تشرح ليش والفلبين دون توليك هو بغا السالير ما تيهموش ياخذ لك خدمتك تلاقيتي مع شي دراري صحابك وفكرتو تخدموا جماعه وبحال واحد هازو تيم حتى راجل في اللايف الفايت ما تفكرت سميتهم هازو تيم واحد خمسه ديال الصحاب في مصر تمنيت نشوف نفس الاكسبيريونس في المغرب في مصر كاينه هاد القضيه ديال تخدموا جماعه في المغرب ما عرفتش علاش المهم في مصر تجمع واحد الخمسه ديال الدراري صحاب دار واحد تيم سميتو هازو تيم هاد هازو تيم خمسه ديال الدراري صحاب في الاول كانوا صحاب عاد بداو خدامين السي بي اب خمسه بهم و تيقسموا الارباح في الاخر ديال الشهر مي ملي كنتحدوا بخمسه على شي حاجه اي حاجه كيتحدوا عليها الناس وكيضاربوا على قبلها كيوصلوا اكثر بحال اللي قلتي باطو راك بين فيه خمسه ديال الناس كيجدفوا وغادين ماشي بحال اللي ركبت انا بوحدي في باطو وانت بوحدك في باطو وانت بوحدك في باطو ما عايش نفسهم مي داك الاتحاد صعيب باش تلقى شي ناس تحت معاها وتفهم معاها مي خاي تقلب تلقى اول مره نشد اللايف مرحبا بك خويا واحد العقبه من الصباح طالع فيها هي وكندوي انا عندي منتوج بغيت نبيع في امازون في دنا خويا منتوج على حسب المنتوج من اللي ننصحك يكون في شي كاتيجوري اي كاتيجوري ما يكون في الوزن قليل وفي الحجم صغير لان ملي كتستوكي عندهم فهمتي كتخلص على حسب الوزن والحجم وسيرتو لا طول عندهم هادي ولاو مشاكل طول عندهم يعني حطيتيه ودا تبيع بشويه الستوك ضربات عليه مده وباقي ما بغاش يخوى اللي ننصحك شي برودوي صغير الا كان البرودوي ديالك صغير ومزيان حتى فواحد القضيه ملي كنقول لك الوزن ملي غادي تبغي تشيبي مثلا الامريكان مثلا بغيتي تخدم اوبا شتا بدات وشورطات
بدات شوف شنو كاين هنا ولا ما كاين حتى واحد بحالو في شي بلاصه اخرى. غنمشي نهربه يا اخوان نتقنت. والله الا عرفت واحد الشوه بدات الاخوان والله الا رضت الوالدين واحد الله ما كاين حتى وحده بحال هادي في الطريق. يلا وصلت هنا. حوايج بدا الشتيوه. قلت لك الاخ نكملوا في امازون. الوزن مهم لان انت ملي تبغي تصيفط السلعه الامريكان تبغي تصيفطها دابا جالس غادي ندوي مزيان تبغي تصيفط السلعه الامريكان غادي خصك تصيفطها بالدي اش ال ولا بفيديكس ولا 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 كلشي كيدي على الوزن اكثريه وكل ما زاد المنتوج ديالك الوزن ديالو غتولي عندك مشكله. يعني خاصك شي برودوي اللي يكون صغير في الحجم. مثلا انا نعطيك مثال خدامين في ارقه وخدامين في واحد السيروم ديال تحيد الكحوليه والتجاعيد اللي تحت العيني. هذا السيروم راه قد هكا 30 مليليتر وارقه راه 100 مليليتر والحجم ديالو صغير. يعني فكر بحال هكا وما جيت تحتاج تحل الكونت ديال امازون سيلر باش تحط البرودوي ديالك. تحل الكونت ديال امازون سيلر اختر الموال الاول راه فابور الى باقي عاقل على الموال الاول راه فابور وكان ب 79 دولار في الشهر. مي راه نزلو الثمن ولا عقلتش كوليت كنشوف كل شهر كيقطعوا ليا من لاكارت كريدي غير شي كدا 40 ما عقلتش شحال. مي كان 79 بالضبط ودابا راه نزلو كدا 40 والموال الاول فابور. توكل على الله الا كنتي جيتي راه شوف غتحل امازون سيلر عندك الموال الاول فابور غتجلس تشوف مزيان وغادي تحط البرودوي ديالك وغادي تشيبي لهم بداك الموال الاول اللي فابور وتبدا. حليتي امازون سيلر اكونت في شهر ما عجبكش داكشي ما درتي والو ما سميتو صافي وقف. المهم راه عندك الشهر الاولاني فابور. السلام خاي سيمو 49 ما عندي ما نقول اخاي حسين. الاخ حسين راه قال شحال راه حتى انا عقلت 79 ما ولاش في لي موال الاخرين دابا موت تا هادي كيقطعوك دا 40. الاخ حسين قال لك 49 وعليك بايفون 6 واتر بروف. وي خويا علينا بايفون 6 واتر بروف صراحه ولكن ما شتا كي دايره. شوف شتي شتا هادي انا ماشي واتر بروف تبارك الله شتي شو كي دايره عندها واحد ربع ساعة كاع توب هاكا دايره شتا في دول اسيا كتجي شوطة وحدة وتعاود توقف ونكمل عاوتاني التراك ان شاء الله. خويا سيمو اش بان لك في النيتش ديال الفاينز في اليوتيوب؟ خويا ما عندي حتى فكره على اليوتيوب صراحه ما عنديش حتى شي فكره. ما عمرت سول اش بان لك في شي حاجه. جربها راه الا عطيتيها الا بغيتي تجربها راه تجلس سيمانه لا تبان لي سيمانه لا تعطلتي باش تلوح بزاف لي فيديو. جرب ما تبقاش تسول بزاف ويقدر الا سولتي كاع الشخص اللي كيديرها وخدام عليه يقول لك خويا هذاك الشيء راه ما واكلش. دونك نتايا طاحت لك فكره في الراس فاين ولا شي حاجه ما تبقاش اصلا نسولك شنو كدير السيمانه كامله. يقدر تقول لي ما كندير والو كنمشي للمدرسه وكنجي وتندير كاسكروت وتنبقى عاصر مع الدراري صحابي وكنعس. دير واحد السويعه جرب في هذه الفكره ديالك الفاينز كلشي كيبدا في الاول غير كتجربه. جرب الفكره ديالك سيمانه اثنين حط فيديوهات ثلاث حط فيديوهات الاربع حط فيديوهات الخميس حط فيديوهات غادي تشوف بعد سيمانه جيبان لك البلان غادي من بعد ما تحط دوك الفيديوهات غادي تدوز عليهم جوج سيمانه شوف انت شنو بان لك وتوكل على الله. الاسئله خاي ديما اللي كيقول لك اخويا سيمو اشنو بان لك في هذه الفكره ديرها ما تبقاش تسنى على حقيقه تكون جا مول التويتر يقول لك اشنو بان لك في هذه الفكره هذه تكون ضحكنا عليه شحال هذه 160 كلمة اش كضحك علينا صاحبي. الناس راه عاطيهم يكتبوا لي ليميت الا انا باغي ندير لهم 160 كلمة الله يهديك اصاحبي سر الناس مخليه لهم يكتبوا شحال ما بغاو وانت باغي تجي تحدهم. ما تجاش في الهضره ديال الناس واش انت مقتنع بشي حاجة. انت باغي تجرب شي حاجة وعندك شي فكرة جربها ما تبقاش تقول واش هادي واكلة لان فريمون واخا تكون واكلة انت لا مأمن بها غادي تبان لك واكلة الاخر ما مامنش بها راه يجي يقول لك لا ما واكلاش. بحال كما كنقول تويتر كون فريمون جا يسول الناس اشنو بان لك وما هادشي يدير حتى حاجه. بغيت نسولك واش البرمجه ديال لي سيت واش فيها شي مستقبل ولا لا؟ خويا البرمجه ديال لي سيت واش فيها شي البرمجه ديال لي سيت ديال المستقبل كامل
لان راه الانترنت ماركتر راه فهمتي تيخدموا بالسيت، كلشي خدام بالسيت، وما كدوا على البرمجه ديال لي سيت، راه كدوا على حتى البرمجه ديال لي زابليكاسيون ويب اللي مبازين لي زابليكاسيون اللي كيخدموا ملي غادي تقدر تبروغرامي سيت، نقولوا بي اش بي ولا اي لونغاج اخر، و غادي تخدم حتى بلي باز دون، غنقولوا تخدم بلي اس كيو ال ولا نون اس كيو ال. المهم راك المهم واحد الحاجه اللي ممكن تقاد بها حتى لي زابليكاسيون. البرمجه ما عمرها ما غادي تموت، البرمجه غادي تبقى، غادي تبقى وغادي تبقى لولادنا ولاد ولادنا ولاد ولاد ولادنا. خدام اخويا، وسيرتو البروغراماسيون في الويب، والويب غادي كيتقدم كاين ما يدار بالشاد. خدام اخويا، وراه مارك زوكربيرغ راه بروغرامر، راه بيل جيت راه بروغرامر، راه ماشي هاد الناس هادو ماشي ما فهمتش ماشي صحاب الشكارة، لا هاد الناس هادو ماشي صحاب الشكارة، هذاك بروغرامر والاخر بروغرامر، وهما ديال لي بروغرامر اللي دارت الفلوس، وهما ديال لي بروغرامر جايه هادي دير الفلوس. ولا مشيتي لشي كومبيتيسيون ديال ستارت ابس، راه ما تيجيوش لها صحاب الشكارة، تيجيو لها لي بروغرامر لي ديفلوب لي ديفلوبرز، هما اللي كيجيو لها كيجيبوا المشاريع ديالهم. صحاب الشكارة هي كتانفيستي بحال فيسبوك، راه قاد فيسبوك وصحاب الشكارة يجوا انفيستو، وصحاب الشكارة شحال من مرة كيجيو تيبغيو انفيستيو، ومول الفكرة اللي هو الديفلوبر كيرفض على حقاش عنده شروط، وصحاب الشكارة كي انفيستيو في اي حاجة. دابا خاص سير تكون عندك فكرة نيت مزيانة وباينة، وكما كنقول صحاب الشكارة راه موجودين ديال الكون. راه صيفطنا لانفيتاسيون والو خويا، ما عرفتش انا قاعد الجروب هذا علاش تويتي، هضر لينا على التامل وكي كدير ليه خويا. التامل كي كندير ليه، التامل كنريح حتى ربي رجليا، كنجلس كان كل واحد والطريقه ديالو، كاين اللي كيبقى مركز مع شي صوت. المهم هو دابا انت ملي كتكون جالس كاين واحد الدماغ في وسط راسك تيبقى تيوسوس ليك في وسط راسك، فهمتي؟ هكذا عندك من هنا، عندك القرايه، عندك هادي، ناري الباك، ناري قفرتيها. هو المهم داك العقل اللي في وسط العقل ديالك، فهمتي؟ داك القرد ما كيبغيش يسكت، تيضل تينقز، ما يخليكش ما نهار كامل هو خدام. عندك القرايه، ناري الباك، ناري قفرتيها. هو فهمتي ديما الافكار الاكثريه كيمشي للافكار السلبيه. ناري معلم، ويلي قدرت تسقط، ناري يا باك، ناري يا امك، ناري كتا، فهمتي؟ المهم انت ما تجيش ما تعرفش تركز، ما هدد العقل هذا خدام. انت شنو كتمشي كدير واحد 20 دقيقه ولا ساعه، بيان سور ما كاينش لا خلات يقدر على ساعه من النهار الاول و20 دقيقه من النهار الاول، وهاد العبد هذا ما كانش كيديرها من النهار الاول، حاول دير النهار الاول دقيقه، النهار الثاني غير جوج دقائق، والنهار الثالث ثلاث دقائق، وغادي كترفع دقيقه بدقيقه. كتجلس بحال هكا كتحاول تركز على شي صوت، تحاول تركز على شي صوت، فهمتي؟ مثلا ولا شي صوت كاين في الغابه مثلا، اكثر يعني في الطرونت كتكون ديك ديال واحد الحشره، هذاك الصوت ما صافي تحاول تركز معاه 100% ويمشي معاك دماغ يمشي معاه 100%، ما يركزش في شي حاجه اخرى. القضيه اللي كنديرها انا وكتعجبني هو كنبقى كنحاول نلغي كاع الافكار، وفي الاول ما كنتش قادر، من بعد قدرت الحمد لله تلغي كاع الافكار وتركز في نقطه كحله قدامك، على خاطر ملي كتسد عينك كاينه الكحوليه، بقى بحال اللي قلتي صايد، بقى عايش في ديك الكحوليه اللي تمايا وتلغي كاع الافكار. مع الوقت ماشي تنقول لك مع الوقت سنين، لا مع الوقت غير الا مشيتي سيمانه، غتحس كاين واحد الاختلاف فيك نتايا، غتحس باللي ما بقيتيش كتعصب، ما بقيتيش فهمتي، ما بقيتيش كتبغي الضرب، ما فهمتي، قلتي تولي بحال اللي قلتي كتسبق العقل على العاطفه بزاف، كتولي فهمتي رزانه، والرزانه مهمه، وفهمتي ما كاينش داك التهور ديال ما فهمتي، كتولي ثقيل وصعيب شي واحد ينفشك عليها، فهمتي؟ تيبانوا لي انا في الطير ونضرا، ما ساهلش تنرفز بنادم، واهم حاجه هي ما تنرفزش في اي حاجه، ما تنرفز، لان ملي كتنرفز كتولي غير كتتيت، ما كاينش فهمتي، ما كديرش شي حاجه كاع بعقلها كاع، ما عمر شي واحد كان في واحد الحاله ديال النرفزه ودار شي حاجه بعقلها. وقدر بنادم اللي كيتنرفز كيخرج شي هضره، مثلا الا كنت شي نيغوسياسيون مع شي واحد ونقول ليه لا وكذا وسميتو، ويقول لي اسيدي وانا ما عاطيكش كاع، يلاه موتو تفرقع،
هنا كتدل على النرفزه ديالو وبلي صفقات طلغات وبلي صافي خسرات العلاقه وبلي ولكن الا بقى جالس وفهمتي وديك اللعبه ديال لا وسميتو ودابا راه حنا كنسعاو لواحد الحل واصلا هذا الشيء اللي جينا عندك وكذا وسميتو يعني راه باقي مكونترولي والاخر حتى هو يقول ليه او تي لا انا الثمن هذا راه ما مسلكنيش راه لقيتي تزيد كثار وسميتو راه ما كرهتش انا نخدم معاك هذا متبت والاخر متبت فريمون فهمتي الاعصاب ما عمر تيجيبوا شي حاجه والواحد ملي تيكون اجي هادشي فريمون لي نقول لك انا استفدت من الميديتاسيون وا مبرد الدم اون فوا عاوتاني ما كنجلسش شي سيمانه يوميا كندير ديك ال 20 دقيقه وبعض المرات اللي كان عندي الوقت كنوصل حتى لساعه الا ما كنتش كنديرها يوميا فهمتي تنولي ما نكذبش عليك حتى انا كنولي شخص اغريسيف وعصبي فهمتي يعني ديك اللعبه ديال نقدر نوض مع الصباح نشوف شي واحد ونقول مال خليقت مو هذا تيشوف فيه نقدر نوصل لهذا المستوى المنحط تنوصل ليه فريمون كنوصل لهاد الدراري باش نكونوا واقعيين كندير الميديتيشن يوميا كثار راني مكالمي وفهمتو تنفكر بزاف بعقلي ما كنفكرش بالانفعالات وبالعاطفه وانا راني باغي نضرب هاب تو بروموت دي فيرال ويب سايت ديفرنت ميثود بيد اند فري خويا الفري الله اعلم الفري ماشي التخصص ديالي البيد ترافيك اللي نقول لك على البيد ترافيك هو فيسبوك ادز خدام مزيان وخدام صحاب الفيرال ولا شفتي الاخ حسين كاين عاوتاني واحد حتى هو خدام هو الترند هو الريسبونسيف ادز بحال توبولا ريف كونتنت بوان كوم توبولا بوان كوم هادو شركات كاملين ديال الاشهارات وخدامين مزيان خدامين مزيان الاخوه اللي جي جربوهم راه خدامين مزيان الريسبونسيف ادز هو المستقبل ديال الاعلانات هو الريسبونسيف ادز توكل على الله اخويا والريسبونسيف ادز راه فيه ما يدير هل عملت يوما في مجال الحفر على البيتكوين خويا ما عمر خدمت في البيتكوين وما كنكسب لا يومين هذا حتى صفر بيتكوين ما فهمتي واحد المقوله كنت قلتها شحال هادي ملي الواحد هو اللي كيتراجع فهضرته تيعاود حساباته كل سيمانه وكل شهر سميتو شحال هادي كنت قلت داك البيتكوين ما بانش ليا فيه وبيان سور كانوا حتى ناس كبار حتى هما بحال وارن بافيت كان وارن بافيت هو ثاني اغنى واحد في العالم فهمتي كان كافر على البيتكوين قال لهم فريمون ديك العمله هكا ديك العمله عمله شيطانيه وما عندها ما حتى قيمه ولا دي دخلها كامل في الاخر غادي يمشيو ليه فلوسه غادي هضرته انا كان عندي نفس الشيء تنقول شنو هي عمله الكترونيه على كذا على سميتو قال لك كتجي من الحفر مي فريمون الواحد هو اللي كيعاود ديما يراجع قراراته ويعاود الحسابات لان كل وقت خاصك تعاود لان الا بقيتي شاد بشي حاجه وكتقول صاجي الصحيحه راه ما ماجي تزيد ديما خاص تعاود تراجع وتعاود عاوتاني تطرح السؤال من جديد بدات اكس بي جي كتقبلها فايفر بدا كيقبل البيتكوين امه ديال اللي بداو تيقبلوا البيتكوين هنا بديت نعاود عاوتاني الناظر ما عنديش اخويا شي فكره مي فريمون خصني حتى نبحث وخصني نعرف وما نكرهش يكون شي اخ معنا شنو كندير ديما كنشري لي اكسبيريونس شي اخ يبحث ويعرف ويكون غادي مزيان نخلصو 1000-2000 دولار يفسر لي الموضوع اون جينيرال ويفيدني ويعطيني الخلاصه نشريها من عنده ماشي مشكل شي اخ بيان سور اكسبيريت جبت لي ماشي ليكسبيريونس فماويا ما كتبت لي يقول لي انا عندي واحد 500 بيتكوين ها هما شتيهم اخا السيم واه فعلا انت فريمون وكدرتي لها نيت بالحفر وبشي ميثود اخرى تفضل اخويا هاك اشرح لي في ساعه ساعتين تلمكانه هاك فلوس اشرح لي هادشي ما يعني اخويا ما عنديش باش نفيدك مي تيبان لي البيتكوين فيه ما يدار لان ملي ولات اكس بي جي كتقبلو فايفر كيقبلو امه ديال ليست كيقبلوه يعني راه دونك راه ولا فريمون عمله خويا سيمو كيفاش نحترف الفيسبوك اصلي تسويق التطبيقات خويا الفيسبوك اصلي تسويق التطبيقات ما عمرك ما جيت تحترف ولا كنتي كتسوق التطبيقات ديال الاخرين باش نتفاهموا على هذه اللقطه هادي الا بغيتي تحترف فيسبوك ادز اجي تمشي تقد الا بغيتي تحترف فيسبوك ادز للتطبيقات دابا كندوي الاخوان على التطبيقات باش ماشي تشي واحد هضرت يعلم ما على فيسبوك كامل خاص تكون التطبيق ديالك لان ملي كيكون التطبيق ديالك كتانستالي فيه حتى الاس دي كي ديالهم ديال فيسبوك غادي تانستاليه في التطبيق ديالك بيان سور وغادي تمشي اتولي تير اتولي تخلص على الاب انستول
وملي اجي تولي تخلص على الاب انستول ديك الساعه تولي كتفهمتي اجي تعلم واحد ستيب اخرى اجي تمشي للكونت ديالك كديفلوبر اجي تزيد لابليكاسيون ديالك اجي تسني ابروفيوها مورا ما اجي ابروفيوها اجي تولي تمشي تشري من الفيسبوك ادز ما اجيش تشري منه كليك تو ويب سايت ما اجيش تشري منه بوست وما اجيش تشري منه كليك تو كونفرشن اجي تشري عنده الاب انستول و هادي الطريقه اللي كاينه باش تحترف فيسبوك ادز بالنسبه للتطبيقات ويكون التطبيق ديالك. تقول لي ولكن اخويا سيمو راه التطبيق ديال الاخرين الا كنتي شي ماركتر معروف تعطيوك لاكسي ليه فهمتي تعطيوك في الكونت ديالك ديال الديفلوبر تيزيدو تعطيوك لاكسي لذاك التطبيق وتتولي انت ممكن تخلص على فيسبوك على الانستول تبدا تجيب لهم الانستولز. ولكن المشكل اللي كيطرا وفريمون طرا ليا وعشتو هو مثلا كان تيخلصوني $2 على كل داونلود ديال التطبيق ديالو. اجي راه وقفت الشتا اش كان باقي كندير انا هنا ماشي وقفات وانما هي كتنقط ومزيان تمشى اوبا او شو ما نجيب الربح. كما قلت لك كانوا كيخلصوني $2 على الانستول مي ملي شافوني كنجيبو ب 60 سنت كنجيب كل انستول ب 60 سنت اشنو دارو قال لي لا غادي نزلو لك الكوميسيون $1. هادي هي المشكله ديال ملي كيبارطاجيو معاك لاكسيل التطبيق ديالهم انه ولي عندك الحق تبروموتيه هي انهم كيشوفوا بشحال كتجيب انت الانستول وملي كيولي الادفيرتايزر كيشوف بشحال كيجيبها كتولي مشكله. باش خاي سيمو ويب هوستين اش بان ليك اخاي سيمو ويب هوستين افيليت خويا خدم الاخ وما طلباش راه دايره الفلوس من الافيليت ديال الهوستينغ. والافيليت ديال الهوستينغ كيخلص مزيان عند كوست جيتور كتخلص $100 على كل واحد كتجيبو كيشري هوست ويقدر يشري هوست لسنه كامله ب $60 تعطيك هي $100 هو شاري ب $60 هي تعطيك $100 يعني مزيانه لانهم هما تيعرفين الهوست ما كيتشراش عام واحد هادي شي لها 10 وعجبو هادي شري عام عامين 3 سنين 4 سنين وهما عارفين الكاستمر لايف تايم ديالو عارفين مثلا الكاستمر في السنين اللي فات كان تيضرب معاهم 5 سنين دونك راه مخرجاهم. هاد العقبه هادي ما بغاتش كاع تقاضى دونك الاخ توكل على الله وراه كلشي كيتنيغوسي بالمناسبه راه وسط قلت وراه تبان لك تعطيني 100 اوه على 100 لكن واحد الاخ مصري كيبيع لهم الهوست بزاف ونيغوسي معاهم طلعوه ل 150 ونيغوسي معاهم طلعوه ل 200 يعني كيجيب لهم كليان واخا داك الكليان بيان سور هما كيشوفوا الكليان السابق اللي جاب كيلقاو بلي دوك الكليون اللي كيجيب في الماضي ديك اليوم بعقلهم لان في الاول ملي تحل الكونت راه واخا غادي تجيب شي واحد خلص 60 يعطوك 100 تجي خليوها بيندينغ لانه هما يقدر تمشي تجيب انت اصحابك تقول لهم انا نعطيكم 60 سيروا شريو ومن بعد ملي طرت ليا 100 100 100 100 الله يعاونهم وانا راه جيت لهم 40 لا هما كيشوفوا كاع الكاستمرز اللي كتجيب كيفاش كيتفاعلوا منين الدوله بيان سور فهمتي داك البيومون الاولاني فيه تعقيدات مي الا خدمتي اون ريغ راه ما جيتش تحسب هادشي كاع ترى كما قلت لك الاخ المصري طلعوا ليه $150 على كل كليون كيجيب طلعوا ليه $200 على كليون كيجيب ولكن الاخ المصري راه تيدير الاخوان اكثر من $300,000 في الشهر هي من البيع ديال الهوستينغ عنده ويب سايت ديال ويب هوستينغ ريفيوز تيدير الريفيوز ديال الويب هوستينغ وراه غادي مزيان. خاي سيمو بغيت شي شركه ديال السي بي ا اللي كتعطي عروض انستال موبايل من العرب يعني التحميلات نجيبهم من العرب خويا العرب حاليا كاع النيتوركس فيهم الموبايل انستول ديال العرب كليك ديلر فيها فهمتي كنشوفهم بشكل يومي ولكن ماشي الدول العربيه المغرب وسميتو المغرب والجزائر وتونس فيهم واحد العرض بوحدو اللي ديال الموبايل انستول استغفر الله هادشي اللي كاين الاخوان هاد لوفر خايب فهمتي الدول الاخرى فيها بحال السعوديه فيها موبايل انستولز ديال نمشي ديال وادي ديال جوليتشيك كاين
كاين كاين كاين كاين عطى الله، كاين عطى الله في السعوديه، عطى الله في الامارات، الكويت، عمان، قطر، بحرين، هاد الدول هادو فيهم فيهم وكاينين في كليك ديلر، كاينين في فين فين ثاني، كاين عربي ادز حتى هي فيها. هادو هما الدول اللي فيهم، يعني ماشي الدول العربيه كامله. ومصر كيبان مره مره كانت تيبان السوق، سوق.com كان تيبين لابليكاسيون ديالو، و مره مره في مصر حتى هي كتبانو دي زابليكاسيون، لان السوق المصري واخا هذاك فهمتي واحد كاينه واحد كاين واحد التحريكه كبيره. حتى المغرب الاخوان كاينه واحد التحريكه كبيره فهمتي، وحتى الشركات مكرهوش يخدموا في المغرب، مي المغرب باقي المشاكل ديال دخل تخرج الفلوس هي اللي فيها مشكل، هادشي اللي تيخلي لي زانفيستيسور المهم بحال ما عرفتش، المهم كاين بحال الروكيت انترنيت راه الله دايره جوميا، حل جوميا، حل كايمو، كايمو ما عرفتش رطاتوني حتى هو جوميا. كاينين مي وما ما شفناش دي اوفر ديال السي بي ا، لان مثلا تنقول بلي مثلا شي شركه الا جات للمغرب وحلات في المغرب وخدمات في المغرب وفي الاخر بدات بغات تخلص على الانستولز ديال لابليكاسيون ديالها في المغرب، وهي في المغرب في الاخر ملي تجي تبغي تخلص عباد الله وتخرج الفلوس على برا غتلقى مشكله، لان ملي كتولي كتبغي تخلص غير البيرسون ما تخلص الشركات كاينه مشكله في القانون المغربي، امبوسيبل بعداك امبوسيبل تقول لهم انا باغي نخرج الفلوس علاش، باغي نصيفطهم لواحد لافيليي ديالي مسكين في مصر خدم ليا مزيان الله يعمرها دار، جاب لي واحد 1000 انستولز بغيت نصيفط لواحد 500 دولار لا سالينا فهمتي، ما كايناش شي حاجه في القانون كتسمح لك تصيفط الفلوس لشخص على برا الا كان داك الشخص ولدك كيقرا تمايا، كاينه شروط فهمتي، ولدك كيقرا تما على برا ولا شي حاجه كاين، المهم كاينه شروط عند مكتب الصرف في المغرب كاين عنده شروط. سيمو شي بروغرام او فيسبوك جروب بوستر الاخوان لوحوا لي شي بروغرام، انا راه ما عنديش حتى فكره اخويا، عندي دراري صحابي كيخدموا تي بوستو في لي جروب وكي بوستو في لي باج، وهذاك هو المصدر ديال الترافيك سورس ديالهم الوحيد وخدامين. مي اخويا انا زعما كعرف تسمية السوفتوير والله ما عارفه، the future of e-commerce for you، خو الاوكوميرس تشي نقص حاليا بواحد الطريقه جنونيه، لي شيفر تشي غادي نو تيطلعوا بواحد الطريقه خياليه. المستقبل بالنسبه لي انايا سيرتو ما ماشي انا تاخذني قدوه، انا واحد الشخص معجاز واحد الدرجه ديال شي شحال هادي كنت كنخدم 14 16 ساعه في النهار، مي دابا حاليا كنقلب على بعد واحد السنين ديال التعب كنقلب على الراحه ديالي بالدرجه الاولى، دونك خاصني نخدم 4 السوايع وما خاصنيش نخدم 4 السوايع كنضرب تماره، خاصني نفكر شي 4 السوايع اللي غير نفكر مع التيمه شنو غادي يديروا، نفكر كيفاش ما تنخدمش بحال قلتي كاين شي واحد في وسط عنده مشروع خدام في وسط المشروع كيتقاتل حتى هو كيطيب وكيدير سميتو، انا لا كنبغي نبقى برا المشروع ونهي نشوف دوك الناس كيفاش خدامين ونموديفي شي حاجه لا 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 كانت تما ما يتموديفي، ما ندخلش في وسط المعمعة. هادي اللي حاط حاليا في حياتي باغي نبقى هكا و نبقى غير نفكر، دونك ما باغيش نكون عندي ستوك، لان الا بغيت ندخل الايكوميرس الا بغيت ندخل الايكوميرس بجد جيا خاصني نولي نجيب السلعه ونستوكها عندي، خاصني نولي شنو تكون عندي واحد تيم اللي مثلا واحد هو اللي كيباكيجي السلعه وكيصيفطها للناس كي فهمتي تيشد ديك السلعه كيكتبها على ادريسه هكذا يوميا، كاين واحد هو اللي كيهز داكشي كامل مثلا كيمشي للبوسطه كيديه باش يصيفط، واحد هو اللي مقابل ماشي واحد يقدر يكونوا حتى عشرات الناس مقابلين سيبور تكنيك في التليفون ديال الو لا لا راه انا كومونديت السيمانه هذه راه باقي ما وصلنيش صبر معايا سيدي نشوف لك الاوردر ديالك فين واصل، سيدي راه الله وصل كازا ان شاء الله غدا يكون، المهم هذه الهضره هذه فهمت ما شي شحال ديال الصداع الصداع كامل الشيء وباقي ما ساليتش لك، شكون هو اللي كيشوف الاوردرز اللي داخلين الاوردرز كي فيريفيوم كيتصل بواحد بواحد اي اوردر داخل الو السلام عليكم لاله امينه، لاله امينه واش انت اللي طلبتي الثلاجه والتلفازه؟ اي سيدي الله يخليك ممكن تاكدي معايا لادريس واخا لاله ان شاء الله غادي نشحلوا لك اليوم باش ياكد الطلب بيان سور، ماشي مشي صيفط السلعه هو باقي ما ماكدش، هاد الصداع هذا كامل اش دخلني فيه انايا، دونك كنتفادى هادشي كامل بيان سور هادشي فيه ربح والناس اللي كيديروا راه ما تيديروا حتى رابحين منه، مي كنتفادى هاد الصداع كامل
لقيت امازون، امازون سيلر كنهز السلعه كنصيفطها ليه، امازون كيدير هذا الصداع كامل، امازون كيشد تيباكيجي السلعه، كيدخلوا الاوردرز كيباكيجي السلعه كيصيفطها 24 ساعه كتوصل، 48 ساعه، 72 ساعه، كل واحد في امازون، امازون برايم كتوصلوا في 24 ساعه. امازون تيتكلف بهذا الصداع هذا كامل. التليفونات الو راه السلعه وصلتني من الرساله، اجي فريمون لا 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 كانت تجيوني انا مكالمات بحال هكا غادي يضروني في صحتي، دونك امازون كيتحمل هذه المكالمات هادو. واحد وصلت قرعه من الرساله بغا يردها، فهمتي، بغا يردها وبغاك ترد ليه فلوسه، ولا بغا يردها وبغاك تصيفط ليه وحده جديده. امازون كيتكلف بهذا الصداع هذا كامل، وامازون ما كيتكلفش بها الاخوان لوجه الله، راه كيدي لنا تقريبا شي 30% ولا 40% بعض المرات ديال الربح. مي اخويا غير هنينا من الصداع ودي. دونك بالنسبه ليا الاي كوميرس، بالنسبه للفيتشر من ناحيتي انايا، تيبان ليا امازون، امازون والحمد لله راه غادي خدام فيه. وكما قلت في اللايف ديال البارح، حاط باللي شهر 6/2017 غادي نوقف السي بي ا، ماشي على حقاش ما بقاش في السي بي ا، ميدار باقي ميدار، مي الكومبيتيسيون ولات قاسحه، ولات قاسحه، ماشي زعما كنت ما يمكنش تنافس، لا ممكن تنافس وكاين ميدار، ولكن اجي تنافس كيفاش اجي تنافس؟ اجي تمشي انت تقول للناس راه بغيتي شي موبايل انستول، غتمشي تقول لها راه التليفون ديالك ضربوه 6 الفيروسات، التصاور ديالك غادي تسربوا، النوامر ديالك غادي تسرب، السيم ديالك غادي تخسر الا ما تيليشارجيش هاد لابليكاسيون دابا في 5 دقائق الجايه. دونك هادشي كذوب. انا ما نقدرش، انا كنت كندير هادشي، ماشي ما كنت كنديرو، ولكن 2016 وقفت، و 2017 هاد الاخوان هادو تغاو، فهمتي، ولاو خداو الماركت. دونك الا بغيتي تنافس حتى انت خاصك دير بحالهم، انا ما بقيتش باغي ندير بحالهم، ما بقيتش باغي نخدم ديك الخدمه. دونك انت لا، دونك انت في يدك الديره، الله يسخر لك. هادشي اللي كنقول انا على راسي كيخصني انايا، ما تنسقطوا على حتى واحد، ما كنقول حتى شي واحد دير بحالي. بغيتي تخدم الله يسخر لك، كاين ما يدار في السي بي ا، باقي ما يدار. انا على قداش لقيت بحال قلتي تقول لقيت واحد العوينه اخرى، لقيت عوينه اخرى خدامه مزيان صافيه، عارف الربح ديالها ملي كنبيع ارغان ولا سيروم ديال العينين ولا واحد القراضه ديال الخشاب ولا 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 ولا، عارف فلوسي 100% حلال. اول مره الحمد لله في حياتي كنكون مرتاح. دونك باغي واحد هو اللي تيطور في راسو، كل سنه كيزيد يطور راسو شويه. تنقول 2017 ان شاء الله في شهر 6 نكون اللي خدام غير امازون بوحدو، ونكبر البيزنس امازون، وعلاش لا، والله يوفق الجميع. درتي عقلك زعما؟ لا اخويا، ماشي مساله درتي عقلك ولا سميتو، هي مساله قناعات. شحال هادي بالنسبه ليا كانت، فهمتي، هانية، ما ماشي مشكل، لان الواحد هو اللي كيكبر وتزيد تيكبر عقلو وتزيد تيفكر بعيد. لان شحال هادي كان داك الروح ديال الطايش والمراهقه، وفهمتي بيان سور كيدوز منها اي واحد، و ممكن تسميه سخونيه الراس وكذا، كاع داكشي كاع داكشي، فهمتي، والانسان ما عندو كيكبر وكينضج تيراجع، تيراجع مع راسو، كيراجع مع راسو بزاف ديال الحوايج، و تيغير بزاف ديال الحوايج في حياته. حتى ديسمبر 2015، حتى ديسمبر 2015 راه فريمون كنت كندير الموبايل انستوز، و غير ديسمبر 2015 باقي ما كملتش عام، غير 10 شهور هاجي كنت كندير الموبايل انستولز ديال لونتي فيروس من وراها حتى ديسمبر. وهانيه وماشي مشكل، قول البنادم راه ضرب لك التليفون فيروس، مي فريمون من ورا ديسمبر بزاف ديال الحوايج قبل راس العام، فريمون راس العام، فهمتي، جلست مع راسي شحال من حاجه راجعتها، لقيت باللي خاصني نشونجي شحال من حاجه في حياتي الا باغي نمشي بعيد. وقيل الوليدات معلم، لا خويا هاد الساعه دي باقي ما عندنيش الوليدات، مي بيان سور كتفكر الوليدات، فهمتي، بيان سور ملي كتولي كتفكر الوليدات هاد القضيه عندك صحيحه، ملي كتولي كتفكر الوليدات، فهمتي، كتقول واه واش فريمون انا نبغي نكون اب وانا داير بحال هكا، فهمتي، صورات واش تبغي، تبغي فهمتي، تنتمنى نشوف ولدي شي واحد، فهمتي، مقاد، ماشي بحال مارك زوكربيرغ مقاد، غير 1% الا شفتو غير 1% من مارك زوكربيرغ غادي نفرح، قاد تا هو شي
ما عرفتش الا كان الميول ديالو لي زابليكاسيون كان الميول ديالو في الطب يدير شي انجاز صغير في الطب. المهم يدير شي حاجه في حياته، ما يديرش داكشي اللي داروا اللي قبل منه ويبقى يعاود. ومي كتفكر هكا كتقول فريمون واش راه ولدي الا كبر وشافني خدام مع هاد الشركه هادي اشنو اجي يقول. دونك كتولي كتفكر كتقول لا حاليا باقي ما عندي لا ولاد لا والو. مي كتفكر ديما الواحد يفكر بعيد الاخوان، ملي كتفكر بعيد تقول لا الا كبر ولقى با فريمون عايش مزيان ولقى با خدام في امازون وكيشوف فهمتي ستوكات ديال السلعه راه غاديين من سميتو وكيجي كيتريح دابا في البيسي وكيبقى تيشوف با كي اوردري فهمتي ديال راه بغينا واحد السامبل من هاد السلعه هادي صيفطوا لنا لتايلاند لفيريفيو. كيطلع هو تيشوف هاد الميساجات يوميا، بابا شنو هي هادي با ولدي دابا هذا واحد الكليون فلاشين، هاد الكليون فلاشين كنطلبوا منه السلعه وراه غادي تجي غادي نوريها لك فهمتي. تيكبر فهاد الوسط هذا، كيكبر فهاد لي ترونزاكسيون انترناسيونال، كيكبر فهاد الوسط زوين، تيكبر عقلو كبير. باش نقول بابا شنو هي هاد لاباج هادي بابا ولدي جاي دابا ترعبوا باعي فهاد الله تنخلعوهم باش انستال لابليكاسيون. فاك لا فهمتي مزيانة بابا نولو نقلعوه، ما عرفتش ما جاتش. السلام خويا السيمو على المبتدئ، عاود نزيد عدد الزوار، شنو هو أحسن موقع ديال الفري ترافيك؟ الله يجازيك بخير خويا، غادي تشوف اللايف ديال البارح، أحسن موقع ديال الفري ترافيك راه هو تمشي تخدم السيو. كما قلت راه دابا عندنا أكثر من 200,000 فيزيتور، قول شي 68% يوميا اللي كيجيو من الموتور دو ريشيرش. الا كتبشي شات اونلاين السيت ديالنا كيطلع هو الاول، وايت لوس تيطلعوا في لاباج الاول عندنا في السيت ديال الشات. ملي كتكتب شات اونلاين كنطلعوا حنا الاولين، عندنا اكثر من 200,000 فيزيتور. هذيك ال 200,000 فيزيتور تجينا 68% ديالها من الموتور دو ريشيرش يوميا فابور، ما كنخلصوا عليها حتى ريال. دونك احسن حاجه باش تجينيري الترافيك وترافيك كثير هو الموتور دو ريشيرش. كيفاش هترجع اللايف ديال البارح الاخ دويت في هذا الشيء فهمتي طولت فيه ميثود هو كل ساعه كتبان حاجه، عاوتاني الميثود الاخرى هي كل ساعه كتبان حاجه. في العاد ديالي انايا خاص تبقى عاس على السوق. في العاد ديالي انا كنبان jig.com. هذاك jig.com كان واحد الوقيته شدو جوجل هو فهمتي، قال لك هذا هو السيت اللي انا باغي نبقى نطلعو الاول في كلشي فهمتي. عطاه باج رانك 9 نقز به من 1 ل 9 بين ليله وضحاها، نقز به ديك الساعه في الباج رانك من 1 ل 9 ولا تيكو عليه الهضره كثيره. مشينا حنا لهاد تيك هذا صافي، لقينا كيران كيف كلشي. شنو مشينا درنا واحد السوفتوير كيجينيري بحال هكا، كيجينيري كيكتب اوتوماتيك وتي بوستي اوتوماتيك ولي باج كيصنعهم اوتوماتيك. ولي باج ملي كتوصل ليها كيقول لك اضغط هنا، كتضغط هنا كتمشي لواحد سيت الادستنس. اش كيكتب لك؟ كيكتب فضيحه وسميت الممثل ولا سميت المغني ولا سميت المغنيه، ممكن كتب فضيحه كذا كذا ودخل هنا وكيبوستي في التيك. والناس بيان سور كتقلب على فضيحه في جوجل بزاف والتيك ولا طالع في جوجل بزاف، والناس كانت كتدخل بزاف. وفي 22,000 فيزيتور في النهار بهذه القضيه هذه، وصلت الوقيته ديال 30,000 من المعدل 20,000. ناض عمك جوجل واحد النهار عاوتاني طلع ليه الدم على الديك، لان لقى بلي بزاف الناس ولات كتستغلو كما كنستغلو حنايا وهو ما كيراقبش داكشي ديالو. بانات فهمتي، ماشي بانات صافي، نز حيدات كاع ديك التزكيه اللي دارت jig.com، حيداتها ليه ومشاو لنا لي فيزيتور كاملين. يعني هذيك فترة دازت اكثر من سنه وحنا مبروفيتين من واحد الواد ديال اكثر من 20,000 فيزيتور في النهار فابور مسالات. اجي تشوف دابا عاوتاني الواد فين الموجه فين مشات في الفري ترافيك. انا ما بقيتش متابع الفري ترافيك لاني دابا خدام الميديا باينغ، نشري الترافيك. هادشي كنعاود لك انايا راه كنقول لك 2008 2009 2007 غتكون 2007 ولا 2008 هادشي اللي كنقول لك. انا من داك العاد ديال 2011 وليت خدام الميديا باينغ نشري الترافيك. شوف مش مشات البينتيرست، ما عرفتش كنسمع بزاف الناس كدوا على بينتيرست، ما عرفتش الموجه الاخ فين مشات. مي فريمون غادي تشوف السوق كي داير وجيت تجلس اناليزي هنا وهنا وهنا وتجرب. قضيه اخرى
قضيه اخرى هي بادو.com الا بغيتي الفري ترافيك الاخر غادي تمشي تجيبو باي طريقه. مي فريمون فهمتي خاصك شي واحد يكون معاك شي واحد جيني شويه عندهم هذوك لي ماكرو ديال النافيغاتور اللي كي اوتوماتيزيو شي حاجه مثلا كل دقيقه كليكي هنا ومراكش بهادي وصفت. كان واحد الدري معايا عندهم هذوك الاي ماكرو ديال النافيغاتور يعني كان اوتوماتيزيو كلشي. كنا كنحلو كونت في بادو وتنجلسو كنصيفطو للناس فهمتي. كان ديك الساعة واحد الفيديو ديال سطام دار الطشة داك حنا كاع ما حاطين داك الفيديو ولا ديناه فيه كنصيفطو للناس غير لسيت فيها ادسنس كيدوي على لاسيورونس ولا كيدوي على الهوتيلز ولا كيدوي على شي حاجة باش كل كليكة غالية. 2007 طردنا معلم الذكريات فهمتي. كتدخل كتقول ليه لمشاهدة فيديو سطام حسين ادخل على الرابط صافي الناس كتدخل. وبادو مشاو ليه بزاف ديال لي سيت بحال بادو.com اللي تيكونوا ماي سبيس. هذا بدات في الطرط من واحد العاد ماي سبيس.com حتى هو كنا كنجيبوا منه الغرق ديال لي فيزيتور بهاد الاي ماكرو يعني باش ما ديرش عاوتاني. الاخ نصيحه لشي واحد اللي بغى يمشي يدير هادشي ما يديرش بقى يبوستي كل ثانيه لان كل ثانيه السيستم كيعرف بلي هذا روبو. انت شنو كتجي ليه كتجير ليه كل دقيقه والقيمه تجي في على ديك الدقيقه مثلا كل جوج دقائق تيديرها والمره اللي من بعدها دقيقه والمره اللي بعدها دقيقه و 35 ثانيه باش ما يبانش راه روبو اللي خدام دقيقه 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 دقيقه. لا المهم هادشي شي باش ممكن ننصحك في الفري ترافيك. مي اخويا هو مرحله دوز منها. بغيتي شي خدمه نقيه راه هي تخدم الريفيرونسمون كما دابا راه مع شات اونلاين شات اون تكتب شات اونلاين سيت ديالنا هو الاول وايت لوس سيت ديالنا هو الاول في لاباج ماشي هو الاول كاين في لاباج الاولى خدامين فهمتي 100% نقي ترافيك تيجينا ما كنتصادعوا مع حد ما كنكتبوا ليه لا ادخل لا حتى حاجه كاين ما يدار توكل على الله. جمع شويه الفلوس دوز جمع شويه الفلوس دوز البيج ترافيك وهني راسك من هادشي كامل. ريديت خويا يقدر ريديت هو اللي ولا فريمون ريديت حاليا كنشوف شحال مره كنتصادف معاه ما عنديش فكره صراحه. لا قلت ريديت غادي نكون غير تنتجبه. ما هو رايك في البيع في موقع ايباي وهل هناك افاق بالمجال؟ خويا بحال البيع في ايباي بحال البيع في امازون. انا بديت بايباي لرجع شي واحد القصه ديالي ف شحال غادي ندوي غادي نقول في 2004 الاخوان كنت كنبيع في ايباي يعني 12 عام هاجي اش من 12 2004 الا ما خفت نكذب كنت كنبيع في ايباي وايباي راه غادي كيزيد وايباي راه فيه ما يدار واللي بغى يخدم كيما قلت الاخوان ما تبقاش تسول اشنو باين لك ما تخسر. شوف الا درتيها بجديه الا خديتي الامر بجديه غادي تطلب لك سيمانه غتحل كونت في ايباي اليوم غتحط فيه البرودوي ديالك اليوم وتجلس تسنى الاوردر سيجيو. واخر مره الاخت ديالي بالمناسبه كانت كتخدم ايباي تكون شي عام ونص هاجل حلات كونت جديد خضات شحال هادي اللي كانت كدير حتى هي ايباي دابا مابقاتش كتخدم ايباي حلات كونت جديد في نفس النهار حطات برودوي حطاتو بثمن قل على البرودويات الاخرين من طايني جيل شدات برودوي اللي كاين في طايني جيل حطاتو قلبات على التصاور ديالو في جوجل حطاتو في ايباي خدمات بكونت باي بال ديالي بيان سور وكانوا اتصلوا بيا قالوا لي علاش كذا وفسرت لهم قلت لهم لا راه انا باغي نساعد الاخت ديالي وكذا وسميتو وعاد اكتيفاو ليها الكونت ديال ايباي. ديك الليله نعسنا نضنا الغد اللي كان عندها جوج ديال الاوردرز يعني الواحد اللي بغى يخدم غادي يمشي يخدم الواحد اللي بغى يبقى كنفكر ندير هادي ولا هادي نديرهم بجوج تحط هادي سيمانه غادي تطرقها وتحط الاخرى سيمانه غادي تطرقها. هادو الافكار الصغار بغيتي دير ريسكين غادي تعطي واحد 3 مو بغيتي تمشي لشي مجال كامل غتعطي 3 مو بغيتي تيستي ايباي عندك سيمانه غادي دير الفونت ديالك ما غاديش تنجح فيه بيان سور
ما غاديش تنجح في السيمانه، وانما غادي دير التليفون للولاد ديالك وغادي دوز تشوف دير حوايج اخرين، تزيد واش هذا البرودوي واش كدا، لا هذه كتقام عليا غاليه ما عنديش فيها الربح، غادي نشوف شي حاجه اخرى اللي كتباع بزاف، غادي نشوف شنو هو التوب سيلز ديال المبيعات في ايباي، نمشي نجيب انا البرودوي اللي كيتباع بزاف حتى انا نحطو. كما قلت الى الاخوان اللي كياخذ الحاج الواحد شي حاجه بجديه راه كيديرها، تبقى ندير هادي ولا هادي، كاين الاخ اللي تيبقى تيسول ندير هادي ولا هادي وكدوز سنين وتنتلاقى معاه وتيقول لي اخويا سيمو والله الا ملي تلاقيت معاك ديك المره وباقي كنفكر لي فاك كنت درتيهم ب 10 دير 10 الحوايج كاملين وتفشل فيهم كاملين تكون درتي شي حاجه نجحتي فيها، ودابا راك مزيان على هاد الحاله هادي. اخوانا مازال تنتسنى داك السيد يعطيني كود سورس حتى تهضر لي معاه، مازال كنساينو ميرسي بوكو. خو عمر الشرقاوي تمشي دو مع السيد اللي عطاك الكونت ديال الجوجل بلاي، وراه ما جيش تسناه كما قلت، ما جيش تسناه يجي يعطيك الكود سورس، الا 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 كان مثالي وعطاك شي كود سورس هو هذاك، ما كانش راه غادي تدخل الجروبات، الجروب ديال سواء الجروب ديال نورداكس سواء الجروب ديال جي ان نمبر 1 ديال الاخوان صحابنا، سواء المهم اي جروب دابا من الجروبات ديال الانترنت ماركتينغ غادي تلقى لي كود سورس، الكود سورس ولاو تما ملاوحين، الكود سورس ولاو فريمون واحد الدرجه ديالهم ملاوحين، شكون اللي غادي يهزهم ويخدم، هادي هي المشكله فين كاين. دونك ما تبقاش اخويا تسنى، سير توكل على الله. واش ضروري يكون عندك شي ستوك باش دير اي بي؟ لا خويا ماشي ضروري يكون عندك ستوك، ماشي ضروري تكون عندك سلعه مستوكيه، سير السلعه من طايني جيل، من طايني ديال عجبتك شي سلعه قلب على تصاورها في جوجل باش تكون محيده منه ديك طايني ديال، حطها تمايا ملي تتباع غادي تمشي لطايني ديال غادي تشري ليه من طايني ديال وغادي تصيفط ليه السلعه ديريكت للدار، ولا غادي تمشي تحط شي سلعه من امازون لقيتها بشي ثمن قليل غادي تمشي تحطها في ايباي، اون فوا غادي يشريها من عندك الواحد تمشي تكوموندي عليه من امازون وغادي دير ليه ما يشبيش معاه، كاين واحد الاوبسيون ديال ما يشبيش مع الفاكتوره وغادي تصيفط ليه للدار، ما غادي تحط عندك انت حتى حاجه دروب شيبينغ، غتخدم دروب شيبينغ يعني السلعه ما كتسطوكهاش عندك عاد تصيفطها من عند هذاك اللي كيبيعها كتعاود تبيعها وكتاخذ الفارق وصيفط. خويا بورايت حسين، خويا جاوبنا شتي دابا شتي عيني علاش تحطات، خويا جاوبنا كون بقيتي كتكتب السؤال ديالك عاوتاني كون طان طحت فيه كون جاوبتك اخويا. خويا سيمو بديت في الريسكين كنت ندخل في الشهر كامل 1.70 دابا 5 دولار، المشكل الكبير هو صعيب المنافسه باش تطلع في الترتيب ديال التطبيقات، واش كاينه شي نصيحه؟ الله يجازيك بالخير خويا. انت شوف 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 اللايف ديال ياسر وعزيز، واه الشمس اخيرا الشمس طلعت، شوف اخويا اللايف ديال ياسر وعزيز باش تحيد من هذه النظريه ديال المنافسه، لان المنافسه مزيانه، من المنافسه في الاول تحاول تهرب عليها، في الاول ما تجيش تنافس، ما تجيش تنافس على الرام كلينر، وكاينه امه ديال لي زابليكاسيون ديال الرام كلينر وتجلس انت تنافس، علما ان الاخوان التطبيق ديالنا طالع في الرام كلينر في 5 الاولين، يعني انت ما تجيش تجي دير هادشي من النهار الاول، مي غادي تسولني شحال صرفنا عليه، صرفنا عليه فلوس باش طلع تمايا، لابليكاسيون ماشي ريسكين، لابليكاسيون قادها لنا هنجي من ازيرو. ابليكاسيون بشحال تقادات بفلوس، بشحال سميتو صرفنا عليها ديال الفلوس، صرفات فلوس باش طلعنا لتما، حنا ردينا فلوسنا الحمد لله، انت ما غاديش تجي تصرف، ما غاديش تجي تصرف هاد الفلوس هادو وانت باقي ما دخلتيش، وديما كتانفيستي 20% من داكشي اللي كتدخل كتعاود تانفيستي باش تطور راسك. دونك الاخ شوف داك اللايف ديال الاخ ياسر وعزيز، شوف راه هو ما كيتنافسش على مع التطبيقات الاخرين، كيتنافس على شي حاجه هو قالها، سير استافد من داك من داك من داك اللايف. وكاين جوج انواع ديال الريسكين، كما ماشي جوج انواع ديال الريسكين، كاين نوع واحد هو في الاخر غادي تسد لك الكونت، خاص انت تكون جمعتي شي بركه ديال الفلوس قبل ما يتسد لك الكونت، و ابري ملي تجمع الفلوس عاود بان لك تعاود انفيستي عاوتاني وسدوا لك الكونت، جمع عاوتاني شي بركه الفلوس كثر انفيستي وسدوا لك الكونت، جمع شي فلوس كثر، ولا صافي ولا عندك فلوس الحمد لله، سير شد شي هنجي عطيه قد لابليكاسيون، عطيه قد ديك لابليكاسيون
عطيه فهمتي، صرف على تجيب الداونلود، صرف على تجيب الداونلود من فيسبوك از تجيبهم بواحد السرعه، صرف على تجيب الداونلود من موبايل ترافيك، صرف على تجيب الداونلود من سميتو فريمون. واخا كتخسر في الاول انفو لابليكاسيون كتطلع، ماشي بيان سور كتخسر، كتخسر مثلا في النهار كتخسر عليها، كتخسر عليها في النهار واحد $200 وكتدخل لك واحد 150 مزيان، راك خاسر في 50. وغادي واحد النهار غادي توقف الترافيك وغادي تلقى لابليكاسيون غادي تجيب وحده بحال قلتي شي حاجه دافعه تنتقاتل معاها في الاول، ولكن ملي تنطلقها صافي كتمشي كتكمل بوحده. هادشي اللي نقدر نقول لك الاخ. عندي 5 مليون باش تنصحني ندير بها. خويا عندك 5 مليون واش ننصحك دير بها؟ تنصحك ما دير بها والو، ولا الا كنتي جبتيها من الويب سير دير داكشي اللي كنتي كدير. اما الا كانت عندك شي 5 مليون جبتيها من خدام ب كنتي خدام بعرقات خدام سميتو، ما تدخلش اخا الى هذا المجال، ما تحطش فيه فلوسك، حط فيه فلوس قليله جدا باش تتعلم. اما تجي نقول لك هاش دير بها، لا اجي تمشي لك. دوك شركه استثماريه، شركه حط فيها فلوسك وكذا غادي تربح، نسى ديك الهضره فلوس خليها عندك احسن لك. ولا غادي طرا لك التجربه ديال واحد الاخ تلاقيت معاه الى يومنا هذا، بقى عندي الكونتاكت معاه، انجينيور ولد خميسات، خدم تقاتل عامين وكيجمع الفلوس، جمع 13 مليون داز قدام واحد الاعلان ديال الان استثمر كذا كذا كذا، مشى حط فلوسه في ديك الشركه، دار نفس الهضره اللي قال لي تقالت انه خاصو يدير، مشات ليه 13 مليون، مشى دخل للسبيطار شهر. دونك فلوسك احسن حاجه دير الفلوس هي تخليها عندك، تبدا تعلم. ملي تجي تعلم هتستمر، مثلا تبغي تعلم فيسبوك تعلم السي بي ا راه كافيه لك $20 في النهار باش تعلم. $20 في النهار الا مشيتي درتيها في فيسبوك كل نهار لمدة شهر، غتلقى راسك وليتي مزيان في فيسبوك ات، وتولي مزيان في السي بي ا. واحد العقبة عاوتاني، قلت لك غادي تلقى راسك وليتي مزيان. دونك هادي الا بغيتي تعلم السي بي ا غتصرف $20 في النهار شهر، غادي تولي مزيان في فيسبوك ات، وغادي تلقى راسك وليتي كتعوض فلوسك كل نهار. دونك في الاخر ديال القصه محتاج $600، محتاج $5000. بغيتي اخويا تمشي تسمع شي هضره ديال الكورس، مابقيتش الحمد لله كنبيع كورسات وحاليا لا ننصحك تشري كورس، شري كورس من يوديمي شي حاجه، ولا كان عندك مع لونجلي شري من يوديمي. فلوس خليها لك وجد انفيستي، كما قلت لك انفيستي شي حاجه قليله. وهذا السي بي ا بغيتي تعلم الريسكين راه تخسر $25 ديال الكونط، لي كود راه الاخوان موزعينهم في لي جروب فابور، تنهار دير الفلوس وعاود تشريهم. ما تنساش هادشي الا باغي تمشي بعيد ترد للناس حقها، يعني شحال تحتاج تحتاج $25 وتبدا، يعني محتاجش 5 ديال المليون. وراه وصلتي ساعه في اللايف، شكرا بزاف، الله يحفظك خويا. والله ما حاس غادي كنتمشى بالنسبه للاخوان. بعد البارح كملت 10 ايام ديال الجسره وطيحت 6 كيلو، الحمد لله 6 كيلو، ما طحتش تنعس حتى الوقت اللي قال لها تنوض مع 5 الصباح. في الاخر ان شاء الله غادي تولي واحد الريزلت مزيان اكثر من 6 كيلو، مي راه تقريبا 3 السوايع في النهار ديال 3 السوايع، ماشي تقريبا 3 السوايع ديال ما بين جريه ومشيه. جريه كاينه الجريه ديال 7 كيلومتر، وكاين اللايف، وكاين هاد المشيه كامله بالنسبه للاخوان محسوباش على حقيقه شي الله غادي لذاك لابلاج. اليوم راه غادي نضرب اكثر من ساعه ديال المشي، يعني اليوم غادي تكون اكثر من 3 السوايع، نضرب حتى لذاك لابلاج اللي كنكون فيه ديما، وديك الساعه غادي نشد التجريه وحده حتى للدار 7 كيلومتر اخرى. و كما كيقولوا الهارد وورك باي اوف، يعني الخدمه كتخلص عليها، كتخدم كتضرب تماره كتخلص تتكون النتيجه. شي واحد غادي يجي يشوف النتيجه
مثلا انا الاخ سيمو كان غليظ من هنا واحد 2 3 موا هو ولا مزيان اخاي سيمو كي درتي ليها ثلاثه السوايع الاخ ديال لونطريمون في النهار غادي تنوض مع 5 الصباح غادي تضرب واحد ثلاثه السوايع 6 7 8 8 تكون في الدار هاد الدوش 9 تكون هو هذاك اللي تمشي للخدم والنهار غادي يدوز مزيان فاك على النوضه مع 5 الصباح اصاحبي بكري اصاحبي اصاحبي كنتي كتشرب شي دواء لا ما كنتش كنشرب حتى حاجه ما كنتش ندير حتى حاجه كنت كنوض كنترين وبدلت النظام ديال الماكله ما بقيتش كناكل الخبز ما بقيتش كناكل الرز ما بقيتش واخا سيمو بغيت شي حاجه سهله ما كاينش السهله الاخوان كاين اجي تمشي تخدم بغيتي شي حاجه ماشي في طيح الوزن اي حاجه في الحياه بغيتي تمشي بعيد في الريسكين اجي تمشي تخدم غادي دير غتبدا كما قلت النهار الاول تخدم غير ربع ساعه النهار الثاني ثلث ساعه النهار الثالث 25 دقيقه النهار الرابع 30 دقيقه وغادي كتزيد في الوتيره ديالك ديال الخدمه وغادي خاصك توصل انك اللي كنت شي مريح بيطالي خارج من الجامعه ولا شي حاجه كنتي كتقرا غتخلي لك ساعتين في النهار كنتي ساليتي قرايتك وهي مريح في الدار حدا والديك خاصك تشكرهم تبوس لهم الراس امك تتصبن لك حوايج اخيرا رجع اللايف عاوتاني كان اللايف مشى الاخوان عاد عاود رجع يقدر يمشي عاوتاني على حقاش راه كما تشوفوا غير الغابه شو الغابه 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 ولا الشال الغابه وما كاين حتى حاجه من غير الغابه وبعيد على المدينه كاع بزاف فهمتي يعني الا مشى الريزوره عاديه كما قلت شي اخ اللي مريح في الدار باه كي يوكلو مو كتغسل ليه الحوايج با مسكنو